لقب نفسه فنان الغلابة، صوته يدخل القلب وكلمات أغانيه قريبة من كل الناس. حكاية الوجع والألم والحب بيحكيها بصوته في أغاني كتير جدا، بدأ يتعلم مع ناس كتير. معانا ومعاكم النهاردة الفنان محمد عطية، أو زي ما هو حابب طبعا يعرف نفسه، فنان الغلابة. برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير. ايه الجمال ده وايه الصوت الجميل ده؟ والحقيقة انت بتدخل البهجة علينا وعلى الناس اللي قاعدة شايلة الهم في الشارع، جات لك الفكرة ازاي؟ والله الفكرة جت كده، يعني ما فيش ترتيب. هي فكرة جات لي بما ان يعني ان الغلبان يعني محدش بيضحكه، يعني هو مطحون من صباحية ربنا في الشارع شغال، مفيش حد حتى بيقول له يفرحه بكلمة حلوة. عندك حق. قلت انا انزل، انا المطرب الوحيد، اول مطرب يعمل هذا الكلام وينزل يغني الغلابه في الشارع. وما زلت، ولما اوصل وبعد ما اوصل ولو بقيت ميجا ستار برضه هنزل للغلابه في الشارع. وعشان نيتك الحلوه دي ربنا فتحها عليك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب احنا متشوقين نسمع، هتسمعنا ايه؟ اللي انت حباه، اي حاجه انت حباها انا معاك في اي حاجه. طب وبنحيي طبعا عازف الاورج اللي معانا النهارده اسلام السعيد ابو ملك، طبعا كلكم يعني عارفين. ده يعني اسلام السعيد ابو ملك، اول ما ابتديت اغني هو صاحب فضل عليا فنيا، هو اللي علمني الغنى ووقف جنبي كتير جدا، وانا طبعا بتوجه ليه بالشكر والتقدير لان هو يستاهل ان انا اشكره، لانه وقف جنبي في حاجات كتير جدا فنيا يعني، يا رب يخليكم وهو صنع لبعض نجوم كتير وان شاء الله تكملوا مع بعض لحد ما توصلوا للعالميه باذن الله. هو يلا بينا نسمع. صنع نجوم كتير جدا، صنع اسامي كبيره زي الاستاذ النجم الكبير اخويا الكبير محمود الليسي وغيره. طب يلا نسمع كده، نعمل إيه؟ انت وابو ملك كده تسمعونا ايه؟ هليلي يا عيني يا ليل، هليلي يا عيني يا ليل، هليلي يا عيني يا ليلي، بدل اللي راح قلبي اللي كان طاير بيهم كسروا جناح، وبقول لأي حد جاي يغدر ويمشي باب الطيابة يابا خلاص رمينا مفتاحه، يا وجع الوجع نفسي اتقطع، جيت ارجعها امي قالوا لي مفيش مرتجع، يا وجع الوجع نفسي اتقطع، جيت ارجعها امي قالوا لي مفيش مرتجع. اللي شاف صنتوا بعتوني ببلاش، حقي منكوا انا عاوزه كاش، وقدر انه خلاص رجع، نفسي اشوف واحد اصيل يبقى جنب انا لو امين، عمري يوم ما اكون بخيل، ده انتوا قمه في الطمع، صعبان عليا صعبان عليا كتر الاذيه جايين عليا، صعبان صعبان علي كتر الاذيات جايين عليا، جمال ده صعبان علي
صعبان عليا بس كلام والله. كلام ما بيننا، كلام ما بيننا صعبان عليا، ده ما حدش سمعنا خالص. اسم البرنامج ده عامل لي مشكله، خد بالك. ده كلام ما بيننا ده لغز. الناس بتفتكر ان كلام ما بيننا ده ما فيش حد طالع بره، يعني انا بس بنضحك عليهم بعد كده لما بقى نطلع. يعني الكلام اللي هقوله في طول الحلقه ما بيننا. ما بيننا انت بتقلد حلو قوي على فكره. طب مين قال لك المعلومه دي؟ يعني احنا عارفين، احنا جاي، احنا مذاكرينك قبل ما تيجي. ايه الكلام ده؟ مفيش حاجه بتخفى علينا. قلدت محمد رمضان انت يعني كمان؟ صح؟ طبعا. لا خد بالك، احنا عارفين كل حاجه. محمد رمضان ده نجم كبير طبعا، وانا بحبه جدا، كلنا بنحبه طبعا، وبنوجه له تحيه كبيره. نمبر 1 طبعا، الاستاذ الكبير محمد رمضان، منتظرين اعماله الجايه. لسه وما عملش حاجه، ولسه اللي جاي احلى بامر الله. طب حته كده، بما ان انت بتحبه قوي كده، ده روح قلبي. هو واخوه الكبير الاستاذ محمود رمضان برضه، تحيه كبيره ليه شخصي يعني. هو في فيلم واحد صعيدي كان بيقول منسور يا منس، بقول لك يا منسور، البت سماح هتتقتل كمان ساعتين، لازم نأمنها. بقول لك يا منسور، روح انت على الجولة الأمنية عشان أنا عندي جولة رومانسية. قابل سماح بقى، لا سماح، عشانك يا سماح قبضت على السفاح، ما تخافيش ما تترعبيش، كلام ما بينا يا سماح، معاكي فالح بسماح فالح، فرض امن شديد. لا انا خايفه. لا ما تخافيش يا سماح. والنبي خايفه. بقول لك على حاجه، انا بعشق البحر زيك يا حبيبتي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان. بقول لك يا سماح، اتقلبت محمد مني. كمل. ما هو ده، هو كان بيقول كده في الفيلم. وتعيه طبعا حبيب قلبي الكينج محمد منير، الفنان الكينج. يعني فنان موهوب ومتعدد المواهب. انا راجعه لك تاني في التقليد، بس احنا يعني مش عايزه اضيع ولا دقيقه من غير غنى النهارده. طبعا الليله انس وفرفشه. طبعا يلا بي. ايه ده، مين دلوقتي؟ باخد الوضعيه بتاعت في نسر الصعيد. الأستاذ محمد رمضان قال لك اللي ينفع ولا يجوز ولا حد يقبله اللي أنت عملتيه. الكلام اللي قالوه لك يا أستاذة مي يكون ما بيننا، هو المشاهدين يسمعوا. لا كلام ما بيننا يا خوي. تمام. اللي حصل منك ولا ينفع ولا يجوز ولا حد يقبله. عيب عليكي لما أقول لك سر جوه الحلقة والمشاهدين يعرفوه. لا يا خوي، كلام ما بيننا يعني كلام ما بيننا. حصل يا أستاذة مي. الله يعزك. بجد الحاج صالح الجناوي، واللي هيجي على الجناوية هنخليه يسمع محمد عطية. طب يلا يا محمد عطية. يلا صعيدي لحم مر. ايوه بقى، تحياتي للصعيد. تحياتنا للصعيد واهل الصعيد كلهم، من اول بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، جنة، لوكسور، اسوان، خط النار، ثلاث ارباع اركان العالم. ايوه بقى، عامل لهم غنوه اسمها صعيدي لحم مر. هي دلوقتي على اليوتيوب، واتمنى من المشاهدين لو تكرموا فضلا وليس امر انهم يخشوا يسمعوها، وعامل حاجه يعني تشرف. هنسمعها طبعا، وهنسمعها دلوقتي كمان. وتحيه لاهل الصعيد. نادي مبيشغلهوش يا غالي، دم الصعيد شريان وريدي، والخير في ايدي محتاجش لحد، صهاجية قوة
روح وياك عالجد. والوادي فاضي وديان اراضي وشباب رياضي في النار بيسيح، وبقول سلامي لاسوان حمامي والحد كان بتعرف تعيد. صعيدي ولحمي مر، صعيدي ودم حر، صعيدي ولحمي مر، صعيدي ودم حر. تحياتي للصعيد. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني صوتك اصلا بيرج الاستوديو ما شاء الله، بفضل الله، من غير مايك ومن غير اي حاجه، انت يعني خامه صوت جامده جدا جدا. بتحضر لايه؟ طيب بحضر لحاجات كتير ان شاء الله، ونازل بالبوم خلال الفتره المقبله. انتاج شركه واي اس برودكشن، وان شاء الله عامل تتر مسلسل، مش هنقول اسمه ايه لاني يعني خليها مفاجأة للناس. ما تقولش عشان الحسد. وعامل غنوة هي تتر المسلسل، أغنية اسمها عاملين حبايبي. إنتاج شركة هالو بال ميوزك. وإن شاء الله تعجب الناس. ينفع نسمع حتة كده؟ ما قادرش. ليه؟ ما قادرش. أنت ما قادرش واصل خالص كده. بقول لك ما قادرش يا سماء. خلاص. خلاص. هنسمع ايه طيب؟ هتغني يعني هتغني؟ هنغني. هتغني من دي، هتغني من دي، شوف هتسمعنا ايه بقى. تغني لنا موال. موال. ماشي. يلا بينا. من غير اورج؟ من غير اورج. اتحداك. لا ما تتحدنيش. انا ورايا جيش. يلا بينا. عايز اسمها ايه؟ حتة كده موال كده. أنا بمدح نبي زين وبوحد الواحد، واحد اتنين تلاتة أربعة، ورزق العباد عالواحد. أنا بخرج من البيت رمي الحمل عالواحد، بيت الكرم محترم لو مبني دور واحد، وبيت البخيل فدان ما يسعش نفر واحد. شوف لما غرنا الزمان والشيطان لعب لعبته، فرقنا واحد واحد. الله، ايه الجمال ده. انا مش عارفه اتحداك في حاجه، تقليد وقلدت. طب يلا غني. انا موال. راجل متعدد المواهب ما شاء الله عليك. ثقه في اللي نجاح، عشان اللي جاي كله اكتساح. لا بص، هتخش معايا في السكه دي بلاش بقى، عشان احنا بنصور وكده. لا ما هي سكه. طب حاجه بقى بالاورج، احنا معانا ابو ملك. ابو ملك صانع النجوم. يلا يا ابو ملك. ابتدتها بنيه صافيه وقلبي طيب دمعه فيا، عملت خير في ناس كتير للاسف قلبوا عليا، قلبوا كان كل حلمي أعيش طمعا في لقمة عيش، مع ناس مرحمتنيش ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت أخون أخون، كل هم أخلص وأصون، عندي قوت ألف راجل بس طيب على قلب النديم، عملوا مني انسان مخيف، ضيعوا حلمي البريء، قتلوا طبتي عشان اعيش. هما ليه الناس كده مالهمش خير في الطيبين، يعملوا مليون حساب للي ظل منهم سنين، عشت بينهم حد طيب هم عليا ما قدروش، واما قلبي
استقوى مشيوا ورايا كل يقول امين. خصمتكم كلكم وبكره تشوفوا، بس انتوا تستحملوا والحظ بظروفه. حاسبنا بس ازاي ما بكمش ولا صافي، عملت الكل ده مهما انت مش عاجب. مين قدرني فيكم مين؟ مين كبرني فيكم مين؟ مين قدرني فيكم مين؟ ولا 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 اسكت ناسيا. ايه الجمال ده بجد، يعني حاجه جميله جدا. بالنسبه للصحاب، انا شفت علاقه بتربطك بمدير اعمالك تركي جميل. انا حسيت ان انتوا قريبين قوي من بعض، بما ان احنا بنتكلم على الصحاب، حاسه ان هم يعني فارقين في حياتك قوي، وانتوا مكونين يعني انتوا الثلاثه ما شاء الله سبب في نجاح بعض. هو باسم شريك نجاحي واخويا وابن خالتي اساسا. اهو معانا صورته. طبعا باسم شريك نجاحي ومدير اعمالي، بعيدا عن الشغل هو اخويا اساسا. يعني انا ما بخطيش خطوه الا وهو ما بيخطيش خطوه، ولا انا بخطي خطوه غير ما بنرجع لبعض. بالظبط، شايفاكم بتستشيروا بعض في كل حاجه، حتى الصور. طالعين لقاء، رايحين شغل، طالعين حفله، رايحين في اي حته بنستشير بعض. ما شاء الله عليكم. فطبعا حابب اوجه كلمه لاي حد وصاحبه، كلمه صاحب دي مش كلمه هينه ومش كلمه وخلاص. كلمه صاحب دي ليها مقام كبير جدا. المفروض نتبع قوانين يعني ايه كلمه صاحبي. الله صاحبي عليك. ده مش كلمه انا بقولها وخلاص. جدا صاحبي طبعا. دي يعني اخويا. يعني ممكن صاحبك ده يبقى فيه الخير عن اخوك ابن امك وابوك. بالظبط، فلازم نحافظ على كلمه صاحبي. الحمد لله ما بنديش فرصه لحد انه يخش بينا اساسا. وكلام ما بينا، ايوه انا بحب بس المملكه، اخويا تركي مصر. وسلام كبير قوي قوي لتركي. والحقيقه يعني فعلا الصحوبيه حاجه كبيره قوي، والصحاب لما بيبقوا كويسين مع بعض بيقدروا ان هم يبقوا سند لبعض، ويقدروا ان هم يوصلوا ويحققوا اللي هم نفسهم فيه. وللاسف يا فقرتنا قربت خلاص، يعني يا دوبك نطلع على اغنيه، نختم الحلقه باغنيه جميله. بنشكرك وبنشكر ابو ملك وبنشكر تركي وبنشكر كل الناس اللي كانت معانا النهارده. اتشرفت باسره قناه صدى البلد، ولينا لقاء اخر ان شاء الله. واتشرفت بحضرتك ان شاء الله. ميرسي قوي. مشاهدينا للاسف فقرتنا خلصت، وحلقتنا كمان خلصت، بس استنونا في نفس الميعاد في كلام ما بيننا.